بكم أصدقائي الأطفال، أنا صديقتكم سلمى، هل أنتم جاهزون لنتعلم معا؟ هيا لنبدأ. مراتب الدين ثلاثة، هي الإسلام والإيمان والإحسان، وسنتعلم اليوم معا أركان الإسلام. للإسلام خمسة أركان سنتعلمها معا. أول ركن من أركان الإسلام هو الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما مفتاح الدخول في الإسلام وأعظم أركانه. لننطق معا الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هيا أيها الأطفال، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني هو إقام الصلاة، والصلاة واجبة على كل مسلم، ونحن المسلمون نصلي خمس مرات كل يوم: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أنا أحب الصلاة وأحافظ عليها في وقتها. الركن الثالث هو إيتاء الزكاة، نحن المسلمون نعطي الزكاة لمن يحتاجها كالفقراء والمساكين، والزكاة تطهير للنفس وبركة للمال. الركن الرابع هو صوم رمضان، والمسلمون جميعا يصومون في شهر رمضان المبارك، ويمتنعون عن الشراب والطعام من أذان الفجر حتى أذان المغرب. الركن الخامس والأخير هو حج بيت الله الحرام، ويجب الحج على كل مسلم مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، والحج المبرور جزاؤه الجنة كما بشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. لقد تعلمنا معا أركان الإسلام، لنتذكر الآن ما تعلمناه معا. الركن الأول هو الشهادتان، والركن الثاني هو إقام الصلاة، الركن الثالث إيتاء الزكاة، الركن الرابع صوم رمضان، الركن الخامس هو حج بيت الله الحرام. والآن علي أن أذهب لأن الوقت قد تأخر، انتظروني في حلقة أخرى لنتعلم المزيد والمزيد معا. مع السلامة. يقوي جسمي ويبني، أشربه دوما في الصباح، لا 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 أنساه في المساء. حليب حليب غذاء مفيد، يقوي جسمي ويبني، يعطيني الطاقة والنشاط، يجعل عظامي مثل الحديد. دال دال راء زاي سين شين صاد، ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف، كاف لام ميم نون هاء واو ياء. أنا كوكب المريخ، كوكب المريخ، الكوكب الرابع في المجموعة الشمسية. أنا كوكب المريخ، كوكب المريخ، الكوكب الأحمر في المجموعة الشمسية. أنا كوكب المريخ، كوكب المريخ، جاركم الأقرب في المجموعة الشمسية. أنت كوكب المريخ، كوكب